المسيرة الخضراء، ملحمة مغربية صنعها تلاحم القيادة والشعب. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا وعلى شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ونصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. هو خطاب تاريخي للعاهل المغربي الراحل الملك حسن الثاني، ألقاه في 16 من أكتوبر سنة 1975. دعا فيه شعبه إلى النفير السلمي نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وفي 5 من نوفمبر من نفس السنة خاطب الملك الحسن الثاني المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا: غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، وغدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. فكان الجواب من أبنائه المغاربة لبين النداء، وشارك في المسيرة الخضراء يوم السادس من نفس الشهر 350 ألف مغربي ومغربية صوب الأقاليم الصحراوية لتحريرها من الاحتلال الإسباني. فتوى تاريخية: جاءت دعوة الملك الراحل الحسن الثاني إلى المسيرة الخضراء السلمية لتحريرها من الاحتلال الإسباني آنذاك، بعد تلقيه جوابا من محكمة العدل الدولية بخصوص وضعية الصحراء آنذاك وروابطها بالمملكة المغربية، ومكنت المسيرة الخضراء المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية، فكانت المحطة الفاصلة التي وضعت حدا لحوالي 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية وإنهاء النزاع المفتعل. جاء طلب المملكة المغربية لمحكمة العدل. يورد حسن بلوان الباحث في العلاقات الدولية بعد صراعه مع إسبانيا حول المنطقة الصحراوية، وذلك وسط توجه إسباني جزائري آنذاك يمضي نحو تأسيس دولة في المنطقة تخدم مصالحهما الخاصة. وأوضح حسن بلوان خلال تصريحات لي مجلة العين الإخبارية أن المملكة المغربية اقترحت بداية الأمر على إسبانيا تقديم طلب مشترك إلى المحكمة، إلا أنها رفضت ذلك شكلا ومضمونا، ثم اتجهت نحو موريتانيا والجزائر، فرفضت الأخيرة ووافقت موريتانيا على المبادرة من حيث الشكل. وتابع الباحث في العلاقات الدولية قائلا أن المحكمة أقرت بأن المنطقة كانت آهلة بسكان ينتمون إلى القبائل أو في تجمعات لها ممثلين، وبالتالي فإنها أكدت بذلك أن المنطقة لم تكن أرضا خالية، وأنها كانت مأهولة بالسكان إبان استعمارها من طرف إسبانيا. وأضاف أن المسألة الثانية التي كانت معروضة على المحكمة ترتبط بالعلاقات بين هذه القبائل والمملكة المغربية وموريتانيا. وهنا نورد نقطتين: الأولى استخدام المحكمة للكيان الموريتاني في الدلالة إلى موريتانيا في حين تحدثت عن المغرب كدولة لتخلص إلى وجود علاقات بين القبائل الصحراوية والدولة المغربية آنذاك المتمثلة في البيعة الشرعية بين الطرفين في انسجام بين الروابط القانونية والقانون الدولي الإنساني، كما بين الراحل الحسن الثاني في خطابه التاريخي بالمناسبة. وأكد حسن بلوان أن الفتوى التاريخية شكلت نقطة انعطاف محورية في تاريخ المنطقة، لأنه بحسب قول الملك الراحل الحسن الثاني يعتبر حكما أكثر مما هو فتوى أو استشارة، ليعلن عن تنظيم المسيرة الخضراء مع التسطير في خطابه على سلميتها وأنها ليست إعلانا للحرب في إسبانيا. بالتالي فإن خطوة الراحل الحسن الثاني قلبت الموازين لدى خصوم المملكة آنذاك، وقلبت الموازين لصالح المملكة المغربية، خاصة وأنه كان قرارا غير متوقع. استجاب الشعب. بمجرد انتهاء الخطاب الملكي في أكتوبر 1975 هب أبناء الشعب وبناته يلبون نداء والدهم الحسن الثاني لصلة الرحم مع أقاليمه الجنوبية، وشرعوا في تسجيل أنفسهم باللوائح الموضوعة رهن إشارتهم لدى ممثلي السلطات المحلية بمقرات سكناهم. بحسب ما كشفه الصديق معنينو الصحفي المغربي الذي اشتهر بتغطيته لفعاليات المسيرة الخضراء وأحد الشاهدين على تفاصيلها، وقد شارك في المسيرة الخضراء 350 ألف متطوع من جميع مناطق المغرب، في حين حرص الراحل الحسن الثاني على أن تكون للمرأة مكانة مهمة جدا في هذه المسيرة، مشددا على ضرورة أن يكون 10% من المشاركين نساء.
وانطلق المتطوعون نحو الصحراء حاملين الأعلام الوطنية والقرآن على متن القطارات والحافلات والشاحنات، وقد كان يرافقهم أطباء وممرضون وأفراد من القوات المساعدة والدرك وغيرهم من الأطر والعناصر التي وفرت لتأطير وحماية المشاركين، الذين كان من بينهم أيضا بعض الوفود الممثلة لبعض البلدان العربية والإسلامية، لتنطلق المسيرة الخضراء بشكل سلمي وبدون أي سلاح ما عدا القرآن الكريم والعلم الوطني وحب الوطن والإيمان بوحدة أراضيها الترابية، الشيء الذي تكلل بنجاح هذه المسيرة. وفي 9 من نوفمبر خاطب الملك المغربي الراحل الحسن الثاني: أيها المتطوعون، لكم التنويه الوطني من مواطنيكم ومني على ما قمتم به من عمل وعلى ما جسدتموه من قوة سلمية فكرية قدرت على شق الأحجار وتمكنت من لفت الأنظار إليها من جميع أنحاء العالم، لفتة نظرة الإعجاب والتقدير والإعظام. وفي أعقاب الخطاب التاريخي دخل المغرب في مفاوضات مع إسبانيا تكللت باتفاقية مدريد الموقعة في 14 من نوفمبر 1975، وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بموجبها دخل المغرب إلى العيون سلميا، وانسحاب الإدارة الإسبانية من المنطقة في 26 من فبراير 1976 قبل يومين من الموعد المحدد في اتفاقية مدريد الذي كان في 28 من الشهر نفسه. الإمارات مشاركة على أعلى المستويات. دولة الإمارات العربية المتحدة كانت حاضرة المسيرة الخضراء بتمثيل رفيع المستوى، إذ أبى الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى أن يتقاسم هذه اللحظة التاريخية مع أشقائه المغاربة، حيث انتدب فلذة كبده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتمثيل دولة الإمارات في هذه المسيرة. وقد خص الملك محمد السادس في كلمته بالقمة العربية الخليجية في الرياض هذا الحدث بالقول: في سنة 1975 شاركت في المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، شاركت وفود من السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات التي تميزت بحضور أخينا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان عمره آنذاك 14 عاما. واليوم بعد مرور 45 عاما على هذا الحدث التاريخي الذي قاده الملك الراحل الحسن الثاني، لا زال العاهل المغربي الملك محمد السادس يقود ملحمة لبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة وتعزيز التنمية بها وجعلها منارة على غرار باقي أقاليم وجهات المملكة المغربية. وفي أكثر من موقف حرص العاهل المغربي الحالي الملك محمد السادس على زيارة مدينة العيون وباقي المدن الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، موليا حرصا كبيرا لتطوير هذا الجزء الهام من التراب المغربي، لتكون آخر زيارة له قبل 5 أعوام تزامنا مع الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، حيث ألقى خطابا بالمناسبة من مدينة العيون ناهيك عن عقده مجلسا وزاريا هناك. العاهل محمد السادس فجر ثورة تنموية غير مسبوقة بالمنطقة، معلنا عن العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية بغلاف مالي ضخم قيمته حوالي 8.5 مليار درهم مغربي، وذلك لإنشاء مصنع جديد للأسمدة و 4.2 مليار درهم لإنشاء ميناء جديد قرب مدينة العيون و 3 مليار في منشآت صناعية أخرى خاصة بالفوسفات. وبعد عدة أشهر من هذه الزيارة عاد العاهل المغربي الملك محمد السادس للمنطقة ليطلق مشاريع أخرى بقيمة 29 مليار درهم مغربي من خلال برنامج تنموي واعد، كما وقع خطة واسعة لتنمية المنطقة بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها في هذا الفيديو، فإنه منذ سنة 2015 يوجد 216 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يناهز 5 مليارات دولار، ومن بين هذه المشاريع بناء مستشفى جامعي، كلية للطب، مركز لعلم الأورام، مركز استشفائي جهوي بمدينة العيون، ومستشفى إقليمي بمدينة طرفاية، وتشييد مختبر لتشخيص الأوبئة ومشاريع صحية أخرى. ناهيك عن مشاريع تعزيز البنية التحتية وتلك المتعلقة بالطاقات النظيفة والمتجددة، إذ أنجزت المملكة مشروعين للطاقة الشمسية
المعروفين بنور واحد ونور اثنين. أما مشاريع توليد الكهرباء بناء على الطاقة الريحية قد كلفت غلافا ماليا قدره حوالي مليار دولار، موزعة على 6 مشاريع أنجز منها 4 فيما لا زال 2 قيد الإنجاز، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تخص توسعة الزراعة ومحاربة التصحر.